متابعينا الكرام، نحييكم هنا ونرحب بحضراتكم في عاصمة الميادين. أشواطنا مستمرة والتحية دائما متجددة هنا ضمن جائزة زايد الكبرى هنا في عاصمة الميادين، حيث انطلق منذ لحظات قليلة شوطنا الثامن المخصص للحول في المهجنات الأصايل. انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات والسجلات التي تسجلها هذه الهجن من سن الصغار وحتى هذا السن، سن الكبار. تمنياتنا للكل بالتوفيق في كافة أشواطنا وفي أمسية هذا اليوم. مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذا الانطلاق، هذه الطيارة راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي، والمركز الثاني الوصول والتقدم. مشاهدينا متابعينا الكرام، القدوم هنا من شعار سعيد بن علي بن غصنة العامري هنا يقدم لنا مرجفة في هذه اللحظات عن نقله إلى المركز الثالث. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، أرى هناك شعار الصعب يتقدم بانطلاقة فزعة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، والمركز الرابع مشاهدينا القادمة هنا سمحة سهيل بن مبارك بن هدفة العامري، بينما المركز الخامس خامس التحديات والإثارة هنا المستمرة هذه الشبلة سعيد بن سهيل بالزهنة الحرسوسي، المركز السادس الوصول من الزمة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، المركز السابع القادمة المتقدمة المتسللة في هذه اللحظات من الشاهينية شعارك يا ابو زايد محمد بن زايد بن محمد المنصوري، المركز الثامن المركز الثامن وصول وتقدم هنا من وديان خالد بن عبد الله بن مايد الخاطري، والمركز التاسع مشاهدينا هذه الطيارة سالم بن علي بن خلف القايدي، والمركز العاشر وصول من بغداد محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى هنا المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار. الله، نعود إلى المقدمة الأولى، لنا عودة إلى الصدارة مع المركز الأول. يا هي أسماء، يا هي شعارات قد صالت وجالت في عالم سباقات الهجن. الله الله الله، نعود إلى البداية الأولى بانطلاقة مزون راعة الهنون، هي من تتقدم مع المركز الأول. سعيد بن عبيد العرطي الحميري يتقدم هنا بانطلاقة مزون على البداية الأولى، النقلة إلى المركز الثاني. بقول الطيارة اللي محتلة المركز الثاني تحلق في سماء الوثبة هنا في هذه اللحظات، راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي وشعار بن زيتون يتقدم على المركز الثالث. يتقدم في هذا المسار حمد بن عوض بن زيتون المهيري، يقدم لنا ولكم الزمة في هذه اللحظات، ولكن الصعب باحث عن السوبر هاتريك، خلص من الهاتريك وباحث عن السوبر هاتريك في هذا الانطلاق في هذا المسار في هذا الانطلاق الجميل. يقدم لنا هنا انطلاقة فزعة محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، ولكن اشوف القدوم الوصول في هذه اللحظات بانطلاقة الشبلة سعيد بن سهيل بالزفنة الحرسوسي، واللي خذت المركز السابع هنا هذه سمحة سهيل بن مبارك بن هدفة العامري. المركز الثامن تدخل شعار بوزايد، يتدخل في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل والانطلاقات المميزة. دائما هذا الشعار الذي قد صال وجال في عالم سباقات الهجن هنا في دولة الإمارات وخارجها. تتقدم الشاهينية محمد بن زايد بن محمد المنصوري، بينما هنا القادمة هنا هذا شعار سعيد بن علي بن غصنة العامري. يا سلام يا سلام يا سلام، يا هو شوط، يا هي تحديات،
وإثارة مستمرة دائما هنا في عاصمة الميادين، عاصمة الملايين، ولكن عالية عالية الوهيبية هي من تتقدم. حمد بن عبيد بن محمد الوهيبي، يا سلام، المركز التاسع، الوصول من الهلالية سلطان بن شطيط بن عبيد الاكتبي، والمركز العاشر القدوم من مزنة ناصر بن يعان بن خلفان الشامسي. هكذا النتيجة، النداء الثاني للعشر المراكز الأولى ذعناها وعديناها على مسامعكم لكي نعطي المعلومة الواضحة والصحيحة هنا لدى المستمعين، لدى الحاضرين المتابعين لهذه الرياضة هنا، جمهور وعشاق رياضة الهجنة العربية الأصيلة. نعود كالعادة إلى المقدمة مع المركز الأول بانطلاقة سمحة وشعارك يا بن هدفة، وشعارك يا بن هدفة يقدم لنا سمحة على البداية الأولى مع المركز الأول سهيل بن مبارك بن هدفة العامري، يتقدم هنا على البداية مع المركز الأول. المركز الثاني هناك أيضا مرفجة، هنا سعيد بن علي بن غصنة العامري. المركز الثالث القادمة الطيارة شعار بن سرداح، ولكن أشوف اللي تقدمت الشبلة سعيد بن سهيل بالزفنة بن سهيل الحرسوسي، هنا تقدم من هذه الأسماء، تقدم من هذه الشعارات، الكيلو والميتين، ألف وميتين هنا عن خط نهاية، عن ناموس هذا الشوط، واتجهنا إلى خط نهاية منصة الوهبة، بانت منصة الوهبة، بونوت يا أهل المهجنات على صايل هنا في هذا المسار بقيادة سمحة، بقيادة شعار بن هدفة، يتقدم على البداية الأولى. والعصاف الأبطان ما حركوها سمحة، ما حركوها سمحة حتى هذه اللحظات، بدأت الأوامر من شعار بن غصنة سعيد بن علي بن غصنة العامري، الوصول والتقدم من الشبلة، الشبلة يا سلام، اسم مميز هنا وجميل، ولكن الصعب 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 يقدم لنا هنا فزعة، فزعة هنا بمرخان، فزعة الصعب هنا تتقدم مع البداية في هذه اللحظات، ولكن هنا شوف التسلل هنا ما بين هالأسماء، ما بين مزنة، مزنة وسمحة، مزنة وسمحة، ولكن مزنة ناصر بن يعاب خلفان الشامسي، هذه مزنة على البداية الأولى، والهلالية هنا تحركت في هذه اللحظات، ولكن خلاص 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 خلاص، مزنة مزنة والناموس مع مزنة والحضور مع مزنة في هذه اللحظات، في هذا المسار ناصر بن يعاب خلفان الشامسي، في هذا المسار، في هذا التحدي الجميل هنا، سلوم يا العين، سلام مدينة الخضرة والجمال، العين دار الزين هنا تحتفل بفوز مزنة في جائزة زايد الكبرى. المركز الثاني الوصول والتقدم من الشبلة سعيد بن السهيل بالزفنة بن السهيل حرسوسي، واللي احتلت المركز الثالث. المركز الثالث هناك الزمع حمد بن عوض بن زيتون المهيلي، والمركز الرابع وصول وتقدم من فزعة محمد بن سلطان بن مرخان اكتبي، والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام الهلالية سلطان بن شطيط بن عبيد الاكتبي. هكذا النتيجة مستمعينا الأفاضل، حضورنا الكريم للخمسة المراكز الأولى، تهانينا والناموس لسيد ناصر بن يعاب خلفان الشامسي على فوز مزنة وحضورها هنا في هذا المسار. هنا لحظات الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا متابعينا الكرام، 9 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثاني وصول هناك أيضا من الشبلة سعيد بن سيل بالزفنة الحرسوسي، والتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 9 دقائق 30 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصول وتقدم هنا من الزمة حمد بن عوض بن زيتون المهيري، والتوقيت الزمني مشاهدينا المرافق لهذه الانطلاقة هنا 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الكرام 30 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، فتهانينا والناموس كافة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.